صباح الخير، يومكم سعيد وجميل. قلبي متهلل جدا وروحي متهللة قوي، لأنه في مقابلة خاصة جدا مع الرب إلهنا في هذا اليوم. أنا صاحي، ذهني مليان بهذا الأمر وروحي مليانة بالأمر ده، أنه قوة اللي هنخرج منه النهاردة من المكان ده هو قوة المقابلة والعلاقة اللي هنقابلها معايا. خلونا نهاية قلوبنا بالكلام اللي موجود في نشيد واحد عدد اتنين، سفر نشيد الأنشاد أصحاح واحد وعدد اتنين. تعالوا نقرأ واحنا بنتأمل في هذا الكلام. ونصلي الصلاة اللي موجودة في الكلام ده واحنا بنقرأ. ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارة. تعالوا نصليها بعد دي. اجذبني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. تعالوا نصلي عدد ثلاثة تاني. اجذبني وراءك، مش هجري لوحدي لكن كلنا كلنا نجري مع بعض. اجذبني وراءك فنجري، أدخلني الملك لحجرات البيت لحجاله، نبتهج ونفرح بك ونذكر حبك اللي مسكوب علينا أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. هنصلي الصلاة دي مع بعض. اجذبني يا رب، اجذبني للمقابلة، اجذبني للمكان اللي فيه اسمك معلن. اسمك دهن مهراق، يا رب مفيش حاجة تاخد عناية النهاردة، أو حاجة تاخد ذهني، أو حاجة يا رب تاخد أي جزء من كياني، لكن قلبي ولحمي كلهم بيقابلوك. روحي بتستمتع بجلال وبهاء مجدك، جسدي يا رب حتى بيتفاعل مع هذا الحضور، ذهني ينفتح ومشاعري يا رب تؤجج بجمالك. أنا عايز أقابلك. صلوا يا إخوة معايا الصلاة دي. أنا عايز أقابلك يا رب مقابلة تتحسب وتتعد في عمري، من المقابلات اللي فيها يا رب أسمعك وأشوفك. فرح يا رب النهاردة شعبك بحبك، نبتهج ونفرح بك ونذكر أن حبك أطيب من الخمر، بالحق نحبك. اجذبني إليك نحو قدسك، تكلني عليك أن أسمع صوتك، أنت شوق القلب، ليس غيرك أشعر بقربك وبذي حضنك، أملي يدك فأجري نحوك.
يستحق التصفيق والهتاف. تعالوا ندوق تاني من حلاوة الكلمة في مزمور 45 ونقرأ ونكتر ونصلي وندخل للأعماق أكتر. أول عددين من المزمور: فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر، أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد. ولساننا ما يعرفش يفيد بالكلام الحلو ككاتب ماهر من غير ما يدخل أعماق العلاقة وإن احنا ندوقه. أحب إن احنا كل اتنين جنب بعض نطلق ألسنتنا ككاتب ماهر في تسبيح هذا الاسم العظيم. وانت متحد بأخوك أو أختك اللي جنبك، اتأكدوا إن انتوا الاتنين جوا هذا الحجال، جوا المكان اللي فيه عمق العلاقة.
خد عروسك لهذا المكان الجميل، اسكب علينا من حبك اللي ملوش طول ولا عرض ولا علو ولا عمق، الفائق المعرفة. وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا. مين زيك انت؟ مين في جمالك؟ مين في حلاوتك يا يسوع؟ مين زيك انت؟ مين في جمالك؟ مين في حلاوتك يا يسوع؟ كل عمري
محبة وحبه يشفي العليم، وأمنته ثابتة وحقه جيل بعد جيل. الله محبة وحبه يشفي العليم، وأمنته ثابتة وحقه جيل بعد جيل. يبعد في الصيف سحابه، في الشتاء بلقى أحبابه. يبعد في الصيف سحابه، في الشتاء بلقى أحبابه. ينصف المظلوم، وعني كشف الحقائق والكل معلوم. الله في الحكم عادل، ينصف المظلوم، وعني كشف الحقائق والكل معلوم. هفضل هاتف وأغني حتى من قلب سجني، هفضل هاتف وأغني حتى من قلب سجني. لاقي حي واسمعني السحاب. اسمه مهوب واسمه رب الأرباب. الله عظيم ومجده غطى السحاب. اسمه مهوب واسمه رب الأرباب. يجمع شعبه يغنوا، يفرحوا في القرب منه. يجمع شعبه يغنوا، يفرحوا في القرب منه. وما دام هو في وسطنا جميل 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 في عينينا، وجميل في حلقنا، وجميل في ودنا، وجميل في أذهاننا، وجميل في مشاعرنا، وجميل في اسمك، وجميل في كل صنائعك، وجميل في طرقك، وجميل في أحكامك. وسررت أنك تسكب علينا من جمالك. مبارك اسمك أيها الآب، مبارك اسمك يا ابن العلي القدوس، مبارك روحك القدوس الحي والساكن فينا. لك المجد والإكرام والغنى. هللويا. خلينا نكمل الذبيحة بتاعتنا بالعطاء واحنا بنسمع ونصلي الترنيمة دي مع بعض. Thank you.
خدني تاني جوا حضنك وحس بيك، خدني جنب نبض قلبك واشوف عينيك، خدني تاني جوا حضنك واحس بيك، خدني جنب نبض قلبك وليق عليك، انسى نفسي القى حبك القى اصلي صورتي عندك، القى كل ضعف قوه بين ايديك، انسى نفسي القى حبك القى اصلي صورتي عندك، انسى نفسي حبك الأصل صورتي عندك، ألقى كل ضعف قوة بين إيديك. خدني حط فيا روحي فيك، خدني حط فيا فن وليق عليك، خدني حط فيا روحي فيك، خدني حط فيا فن وليق عليك، حط همسة من خيالك، حط لمسة من جبالك، حط نسمة حب حية وعيشها ليك، حط همسة من خيالك، حط لمسة من جمالك، حط لمسة من خيالك، حط لمسة من جمالك، حط نسمة حب حية وعيشها لي. خلونا نسمع لكلمة الرب على فم الأسيس سامح موريس. صباح الخير على الناس الجميلة اللي جاية في بيت الرب عشان تلتف حوله وحول هذه المائدة المقدسة، نيابة عن ربنا ونيابة عن بعضنا. خلونا نسلم على بعض ونرحب ببعض وأهلا بيك في بيت الرب. ما أعظم وأروع أن يجتمع الإخوة معا، هناك أمر الرب بالبركة حياة في رضاه. الشهر اللي فات كنا بنتكلم عن في لسه ناس بترحب ببعض كويس، أمانة وإخلاص. كنا نتكلم عن الرب الراعي، الراعي الصالح. والأسبوع اللي فات كان عندنا احتفال تسبيح، واستمتعنا ازاي اننا ناخد الوقت كله بنسبح ربنا وبنعبده وبنرحب به في وسطنا الساكن وسط تسبيحات شعبه. كان عندنا اجتماعات مميزة جدا الأسبوع اللي فات وسط الشباب، حصل انفجارا روحيا في مساء الجمعة الماضي، وبعد نهاية الاجتماع بعد ساعتين
لم يتوقف الاجتماع والشعب انتزع القيادة، ولمدة ساعة إحساس بحضور ربنا هائل. خلصوا الاجتماع بالعافية وصرفوا الناس بالعافية، لأن الناس مش قادرة تغادر المكان للإحساس بحضور ربنا. نحن على موعد مع زيارة إلهية، مش لينا في قصر الدبارة بس، لكن لشعب الرب في بلادنا. الصلوات اللي صليناها وطلبناها احنا بنشوف الاستجابات في أرض الواقع. هذا الشهر بنتكلم الشعار بتاعنا كده، الكلمات اللي قالها المسيح للتلاميذ واللي بيقولها لك وبيقولها للكنيسة: سلام لكم، سلام لكم. وسط العواصف اللي بنعيش فيها الاقتصادية والزلازل والحروب والأخبار اللي مش سارة وتدعو إلى الخوف، صوت الرب ليك وللكنيسة، ليكي ولشعب الرب: سلام لكم. كان التلاميذ يعيشون خلف الأبواب المغلقة، بيقول الكتاب، لسبب الخوف من اليهود. فجاء يسوع وقف في الوسط وقال: سلام لكم. كان التلاميذ في قلب القارب والرياح تعصف بهم، وجاء المسيح ماشيا على الماء فزاد خوفهم، ومن الخوف صرخوا، فقال لهم: أنا هو، لا تخافوا. أنا هو الذي هو، أنا أهي الذي أهي، أنا الألف والياء، البداية والنهاية، لا تخافوا. العنوان بتاع الأسبوع الأول زي ما انتم شايفين كده، الإخوة بتوع مسؤولين البرنامج عملوا حاجة جميلة قوي عشان ما ننساش: لا تخافوا. بعدين: يسوع رجاؤنا، يسوع سلامنا، يسوع حياتنا، يسوع صديقنا. ففي هذه الرحلة لماذا لا نخاف؟ لماذا لا يمتلكنا روح الخوف والفزع اللي موجود في العالم حولنا؟ امبارح وانا في جنازة توديع اختنا، بنتنا هنا، مشهد مهيب جدا، يعني مئات من الناس ازدحمت بهم الكنيسة في مصر الجديدة، والناس واقفة برا في وداع ملاكا طاهرا، صلت الكنيسة لأجله بدموع لسنوات، لأجلها سنوات. وفي النهاية نودعها للسماء. جت واحدة خادمة جميلة كده معروفة بدون ذكر اسمها، وجت الدموع مالية عينيها وقربت مني وقالت لي: أنا خايفة، أنا خايفة. سلام لكم، أنا هو، لا تخافوا. عنوان الأسبوع الأول: لا تخافوا، لأن يسوع هو رجاؤنا، يسوع هو رجاؤنا. وهاخد الدراسة بتاعتي ديت لأنها أكتر من أنها عظة، لكنها دراسة كتابية، فحنقرأ أجزاء متفرقة من كلمة الله. هاخدها من زاوية خاصة. الرجاء يعني حاجات كتير قوي، يعني القداسة، يعني 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 حاجات كتير قوي. كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. لكن أنا عايز أخد يسوع رجاؤنا من خاصة، من هذا المنظار، من هذه الزاوية. هو سلام لكم، أنا هو، لا تخافوا. بولس الرسول بيشرح كما لم يشرح أحد آخر المبادئ الثلاثة الرئيسية في رحلتنا خلف المسيح. وعشان كده في مدرسة المسيح أعطيت لهذا العنوان فصل كامل: مبادئ العلاقة مع الله. وقلت إن بولس بيؤكد على الثلاث حقائق دول، الثلاث مبادئ دول الأساسية اللي بنمارسها في علاقتنا مع المسيح ربنا ومخلصنا. فاسمحوا لي أقرأ أربع قراءات كده مختلفة. بولس بيذكر الثلاث أركان الرئيسية ديت، وبعدين حقف بصورة خاصة عند الركن الثالث منها اللي هو الرجاء المبارك. بيقول إيه في كورنثوس؟ بيقول إيه في كورنثوس الأولى وأصحاح
كرونس الأولى أصحاح 13 وعدد 13. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. بيقول إيه في كلوسي؟ بيقول إيه في كلوسي 1:27؟ كلوسي 1:27 بيقول إيه؟ من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماويات التي سمعتم به قبلا. خليني أقرأ الآية كلها من عدد 3. نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، استمعنا بإيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماويات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. مرة تانية بيؤكد على الثلاث حقائق دي، الإيمان والرجاء والمحبة. وبعدين بيقول مرة تانية الكلمات دي في تسالونيكي، تسالونيكي وأصحاح 1:3 بيقول إيه الكلمات دي؟ متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم، تعب محبتكم، صبر رجائكم ربنا يسوع المسيح. مهم أول حكاية دي إن الثلاثة دول هم ربنا يسوع المسيح، هم في ربنا يسوع المسيح أمام الله وأمام أبينا. قراءة رابعة هي في تسالونيكي برضو الأولى بس أصحاح 5:8. تسالونيكي الأولى 5:8. أما نحن الذين من النهار فلنصحوا لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص. اسمحوا لي وانتوا واقفين ناخد اللحظات ديت نقول يا رب كلمنا واشرح لنا والمس قلوبنا وعقولنا يا رب، واعلن أمامنا هذا الرجاء المبارك الذي يغلب كل خوف وكل انزعاج في القلب. كلمنا، اشرح لينا كلمتك، اعلن نفسك يا ابن الله، أنت موضوع الإيمان، أنت مصدر المحبة، أنت رجاء الخلاص. في شفاعة الابن المبارك أجبنا، ليك المجد، آمين. حقيقة أكيدة بولس بيتكلم كتير عن الإيمان والمحبة لوحدهم، بيتكلم أحيانا عن الإيمان والرجاء لوحدهم، لكن في الأربع مقاطع دول بيجمع الثلاثة دول مع بعض بصورة بديعة جدا. الإيمان والرجاء والمحبة، الإيمان والمحبة والرجاء. وبعدين بيقول أعظمهن المحبة لأن دي اللي هتفضل. لما نروح هناك مفيش رجاء خلاص ومفيش إيمان، لأننا صار الإيمان عيانا وصار الرجاء حقيقة نعيش فيها اللي هتفضل المحبة، عشان كده أعظمهن المحبة. لكن هنا احنا هنعيش بالثلاث حاجات دول، دول اللي بيحفظونا في المسيح، دول اللي بيحمونا، دول اللي بيخلونا نجري خلفه بثبات، دول اللي خلونا بنواجه العالم بغلبة وبنصر. أول حقيقة عايز أقولها إن مركز الإيمان والمحبة والرجاء هو شخص المسيح، شخص المسيح. في كلوسي 1:27 بيقول كده، الذي أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم. إيه مجد السر ده؟ الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. المسيح هو رجاء المجد. إحنا مش عندنا وعد بالرجاء، لا، هو المسيح شخصيا، هو فينا، هو نفسه رجاء المجد. لما بنتكلم عن المحبة والإيمان في تيموثاوس بيشرحها كده، المحبة والإيمان التي في ربنا يسوع المسيح، في ربنا يسوع المسيح. خليني أشرحها بكلمات بسيطة جدا. لما بتكلم عن الإيمان المسيحي، هو إيمان بعقيدة؟ لا، هو إيمان بإيه؟ شخص. إيماننا بالمسيح
ربا ومخلصا. إيماننا بأن يسوع هو ابن الله الآتي إلى العالم ليخلص الخطاء الذين أولهم أنا. عشان كده كاتب العبرانيين بيقول عن الرب يسوع هو رئيس الإيمان ومكمله، هو موضوع الإيمان، هو رأس الإيمان، هو من نؤمن به، هو الذي أكمل الإيمان، هو الذي يجعلنا نستطيع أن نؤمن به لأنه هو أعلن لنا في نفسه من هو. أنا هو، لا تخاف. في عقائد، في ممارسات، في طقوس نختلف فيها، لكن عندنا إيمان واحد. بيقول أفسس 4 وحدانية الإيمان، لأن إيماننا هو بشخص وفي شخص، نحن نؤمن به، نحن نثق فيه، هو موضوع إيماننا. بإيماننا بالمسيح نخلص، ليس بأحد غيره الخلاص. كل من يؤمن به له حياة أبدية ولن يرى الموت، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. لكن هو في ذات الوقت هو موضوع المحبة. ليه؟ لأن هو الذي أحبنا، مش كده؟ هو الذي أحبنا، هو الذي أعلن لنا محبة الآب. يوحنا بيكتب بيقول نحن نحبه. ليه؟ فضلا، جدعنا مننا، صح؟ لا، لأنه هو أحبنا، هو أحبنا. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وانتوا هتشوفوا أنا حبيتكم لغاية فين. هو الحب، هو إعلان الحب، هو الذي أعطانا الحب، ونتيجة لكده إحنا بنعمل إيه؟ نحبه. نحن نحبه ليس فضلا منا، ليس قداسة منا، نحن نحبه لشخصه ولمحبته لنا. طيب وحبنا البعض لنفس السبب. وصية جديدة أن أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. أنا حبيتك عشان تعرف مش بس تحبني وتحب أخوك. الحب اللي اديتهولك يكفيك لتحب الله من كل قلبك ولتحب قريبك كنفسك. فموضوع الحب بالنسبة لنا ليس مجرد وصية، ليس مجرد كلمات، لكنه شخص أحبنا وأعلن لنا محبة الآب وغمرنا بحبه فحبناه وحبينا بعض. حبيناه وحبينا بعض، فليس لنا فضل على الإطلاق، لا في حبنا ليه ولا في حبنا بعضنا ببعض. هي مجرد كأسي ريا، هو الأوفرفلو بتاع محبة الله ليا انعكس في حبي لله وفي حبي للآخرين. نفس الفكرة الرجاء. الرجاء هو شخص ربنا يسوع المسيح. الآية اللي قرأتها لحضراتكم بيقول كده: الذي أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم. فينا احنا اللي مش يهود، اللي مش من الأصل ده، اللي مش أصلا من هذه الزيتونة، احنا الفروع البرية التي طعمت في الزيتونة. ما هو غنى مجد هذا السر الذي هو المسيح فيكم؟ رجاء المجد. مش بيتكلم عن العيشة هنا، بيتكلم عن المجد الآتي. المسيح الذي فينا هو موضوع رجاؤنا، هو في حد ذاته الرجاء الذي نحن نمسك به. بيقول أيضا في تيموساوس الكلمات دي، تيموساوس الأولى وأصح 1 عدد 14، بيقول: وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح. زي ما قلت من شوية أن الإيمان والمحبة هما أصلا في المسيح، لكن بيضيف أيضا بولس وبيقول الكلمات دي في رسالته إلى تيموساوس وأصحاح 1 وعدد 1. بيقول إيه؟ بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا. بص العبارة دي: يسوع المسيح رجاؤنا. رجاؤنا الإيمان والمحبة في المسيح، والمسيح يسوع هو نفسه هو رجاؤنا. اوعى الايمان ياخدك بعيد عن ربنا ويبقى ايمانك بمواعيد، بطلبات طلبتها،
هتخزى لو ما استجبتش. اوعى موضوع ايمانك يبقى وصيه انت بتحاول تعملها انك تحب ربنا والناس من غير ما تاخد الحب اللي في المسيح. اوعى يكون رجاءك بعيد عن الشخص الذي هو فينا رجاء المجد، مخلصنا وربنا يسوع المسيح الذي هو شخصيا رجاءنا. وده اللي عايز اقف عنده عشان اشرح الفكره ديت. علاقه المسيح رجاءنا بلا تخافوا سلام لكم. مزمور 7 مزمور 93 وعدد 2 بيحط قضية كبيرة جدا، قضية احنا بنعيشها. ولسه كان عندي حديث مع بعض الأحباء والأصدقاء القصوص والخدام وتعرضنا لهذه القضية في واقع الحياة التي نعيش فيها. يبدو المنظر، يبدو المشهد من الخارج أسئلة بلا إجابات، يبدو المشهد محبط، يبدو المشهد أنه مش مشجع لأن نواجه هذه الظروف الصعبة التي نعيش فيها. وعش كده أنا عايز أجاوب على السؤال ده، العلاقة بين الرجاء وبين السلام. حقيقة لونية ملحوظة كده، ليه ربط بولس مرة الرجاء بالخوزة؟ قال الإيمان درع، لكن قال الرجاء خوزة. بتحافظ على إيه؟ على دماغي، على تفكيري، بتجاوب على أسئلتي المحيرة اللي حنقراها حالا في المزمور ده 93. فالرجاء خوزة بتحفظ سلامة عقلي وسلامه في المسيح يسوع. ليه قال بولس مرة تانية ربط، قال عمل الإيمان تعب المحبة، وبعدين قال إيه؟ صبر الرجاء. وفي حتة تانية بيقول احتمالكم من أجل الرجاء الموضوع أمامكم. ليه؟ لأن الرجاء ليه علاقة باحتمال الظروف القاسية غير العادلة، احتمال الظروف القاسية المؤلمة، احتمال الظروف القاسية التي تبدو لأول وهلة أنها أسئلة بلا إجابة. ليه كده؟ أطمن إزاي؟ زي الأخت اللي جات لي وباكي وقالت لي أنا خايفة، أنا خايفة. إزاي أختنا دي ما قدرناش نحتفظ بيها للحياة؟ إزاي ما قدرناش نهزم المرض بصلواتنا؟ إزاي تتاخد مننا وتسيب طفلة عندها 4 سنوات؟ أنا خايفة. عشان كده بيقول الكتاب الرجاء خوزة، الرجاء يعطينا الصبر والتحمل لأن عندنا إجابات وإحنا فاهمين كويس معضلة الواقع الذي نعيش فيه. عشان كده اسمحوا لي عايز أقرأ مع حضراتكم الجزء ده الجميل اللي كتبه بولس الرسول في كورنثوس الأولى وأصحاح 15. كورنثوس الأولى وأصحاح 15، أنا حابب أقرأ الجزء دوت لأنه هيساعدنا جدا أننا نفهم المعضلة ديت اللي بتجاوب على مزمور 93، وده بيت القصيد اللي عايز أنني أشرحها لحضراتكم. كورنثوس الأولى 15، في القداسات الأرثوذكسية في الجنازة بتاعة الصلاة على الذين رحلوا، القراءة الكتابية الرئيسية لو لاحظتوا بتبقى الأصحاح ده، كورنثوس الأولى 15. حرى لحضراتكم بعض الأعداد منها، تابعوني كويس. لكن إن كان المسيح عدد 12، لكن إن كان المسيح يكرز بي أنه قام من الأموات، فكيف يقول قوم بينكم أنه ليس قيامة أموات؟
يعني انتوا بتقولوا المسيح قام بس ما فيش قيامة أموات، ما تنفعش. فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام. ما ينفعش يبقى هو قام وما فيش قيامة، وإذا ما فيش قيامة يبقى المسيح ما قامش. وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا، باطل إيمانكم، نوجد نحن شهود ظهور، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام وهو لم يقمه. مش بس كده، باطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم، ما فيش خلاص خالص إن كان المسيح لم يقوم. وإن كان المسيح قام فتوجد قيامة أموات. وبعدين بيقول العبارة دي في عدد 19، اسمعها كويس. فإن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، يعني رجاؤنا في المسيح هو في الحياة دي، في السنين اللي هنعيشها نحن، فإننا أشقى جميع الناس. تبقى الحسبة غلط، يبقى فعلا المؤمن يخاف. إن كان رجاؤنا في المسيح في هذا العالم فقط فنحن أشقى جميع الناس. لكن لا لا، بصوا بعد شوية بيقول الكلمات ديت، بيقول في عدد 30، ولماذا نخاطر نحن كل ساعة إن بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح أموت كل يوم. إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشا في أفسس، فما ننفع لي إن كان الأموات لا يقومون؟ فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لا لا، رجاؤنا في المسيح مش مرتبط بالسنين اللي هنعيشها هنا، وده اللي عايز أشرحه بوضوح. رجاؤنا في المسيح هو رجاء المجد، هو رجاء المجد. يا رب ديني نعمة النهاردة عشان أوضح هذه الحقيقة لقلوبنا ولعيوننا، لنفهم سر رجاء المجد في المسيح يسوع. المعضلة اللي احنا بنعيش فيها هي: هل يوجد في هذا العالم عدالة مادية اجتماعية قضائية؟ في توزيع عادل للثروة بتاعة هذا الكوكب؟ دخول الناس متساوي؟ في أغنياء؟ أغنياء قوي أو 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 قوي مش عارفين يودوا الفلوس فين، وفي فقراء قوي 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 مش لاقين لقمة العيش. في ناس اتولدت والأب والأم مش موجودين، أو الأب مدمن، وفي ناس اتولدت وفي حلقها معلقة من ذهب، مش كده؟ لو احنا بنفكر ان في هذا العالم في عدالة مادية فيزيكال اجتماعية، ان الناس هتاخد نفس القدر من التعليم ونفس القدر من الصحة ونفس القدر من انها تجد العمل وانها تتجوز وانها تعيش، فنحن اشقى جميع الناس، لان ده ما حصلش وما بيحصلش، وانا اوعدكم كمان انه مش هيحصل. حاول النظام الشيوعي أن يقرب بين الطبقات، صح؟ وعملوا النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي وانتشر حول العالم، نجحوا أن يجعلوا الأغنياء فقراء، صح؟ ولم ينجحوا أن يجعلوا الفقراء أغنياء. وانهار الانتظام الاقتصادي لأنه عم الفساد الأعمال والشركات. أرجو نفهم الحقيقة دي يا أحبائي. طيب، على المستوى القضائي، هل كل مظلوم أمام العدالة الإنسانية بياخد حقه؟ هل كل ظالم، هل كل حرامي، هل كل قاتل، هل كل نصاب، هل كل مرتشي اتقبض عليه وتحط خلف السجون؟ ردوا عليا. لا. هل
بتطور التكنولوجيا والديمقراطية والبيروقراطية والتكنولوجية. سيحدث يوما أن كل مجرم سيقبض عليه ويحكم عليه حكما عادلا، وأن كل بريء ستثبت براءته سيخرج حرا. هل هيحصل ده؟ لا. توقعنا بالعدالة الإنسانية المادية الاجتماعية القضائية توقع واهم. لماذا؟ لأن هذا العالم وضع في الشرير. يوحنا بيقولها بكل صراحة، مش كده؟ بيقول نعلم أننا أولاد الله، ونعلم أن العالم كله، أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأفريقي والأسيوي والعالم كله، الديمقراطي والفاشي والديكتاتور، العالم كله قد وضع في الشرير. والشرير ما عندوش عدالة وما يحبش العدالة. العدالة مش لصالحه خالص مالص. نحن أولاد الله، نحن بنو الملكوت، لكننا نعيش في عالم ظالم ومظلوم ساقط. بيقول بولس الخليقة نفسها تئن وتتمخض متوقعة التبني، اللي هو فداء الأجساد الذي لم يتم بعد، هو رجاء المجد، هو السماوات الجديدة والأرض الجديدة. لكن إلى هذا الحين، إلى هذه الساعة، نحن نعيش في عالم ساقط لا توجد فيه عدالة أو مساواة. نقرأ بقى مزمور 93 ونشوف كاتب المزمور دوت بيعيط وبيقول إيه. سوري المايك جنبي مش قادر. مزمور 93 في حاجة غلط. مزمور أساف 73. أنا آسف، ده غلط عندي يمكن. عدد 2 بيقول إيه؟ أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي. ليه يا ساف؟ لأني غرت من المتكبرين، رأيت سلامة الأشرار. ليس في موتهم شدائد، جسمهم سمين، ليسوا من تعب الناس، مع البشر لا يصابون، تقلدوا بالكبرياء، لبسوا كثا إلى 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 آخره. بيقول لغاية لما إيه؟ لغاية لما دخلت إلى مقادس العلي ونظرت إلى، لغاية لما بصيت عن الظهر الآتي، قلت أنا كنت فاهم غلط. الرجاء، رجاء المجد، هو الإجابة التي تحفظ عقولنا وقلوبنا في المسيح، هو التي تعطينا إجابات عن الظلم والألم والحزن الذي في العالم، هو الذي يعطينا الصبر والتحمل لمشقات الحياة عشان تحفظ قلوبنا في سلام الله العجيب. خليني أشرح الفكرة دي بسرعة. طيب، إذا قلت أن في هذا العالم لا توجد عدالة فيزيكال مادية اجتماعية قضائية، طب وبعدين؟ يبقى العالم ده بايظ خالص. لا لا لا، نحن الذين في المسيح يسوع عندنا عدالة تانية، عدالة مش مادية
ولا اجتماعية ولا قضائية. هنظلم، المسيح ظلم، بولس ظلم وحكم عليه ظلما، صح كده؟ ما خدش العدل، صح مظبوط ولا لا؟ يعني حتى العدالة في المحاكم ممكن أن أظلم، لأن القاضي ظالم، لأن النظام ظالم. أمال إيه؟ فين العدالة؟ العدالة أن القانون الأخلاقي الروحي لازال سائدا، لازال هو هو، لم يتغير. إن السعادة والقيمة، خلي بالكم من الكلمتين دول، سعادة الإنسان الهابينس، السعادة مش اللذة الاستمتاع اللي مرتبط بالأكل والشرب واللبس، السعادة الداخلية، سعادة القلب، فرح القلب، وقيمة الإنسان وإحساس بقيمتي، بهويتي، بإنسانيتي، أن سعادة الإنسان وقيمته، ودول أكتر حاجتين الإنسان بيبحث عنهم، أني أحس بقيمتي عشان ما احتقرنيش، عشان أبقى عارف أنا مين، وإني أسعد في الحياة. أن السعادة والقيمة غير مرتبطة على الإطلاق بالأمور المادية، العلاقة بينهم صفر، بالعكس أكثر الناس غنى وأكثر الناس مقاما وشهرة في العالم هم أتعس الناس في السعادة، وأكثر الناس الإحساس بالدونية، وعملين ينفخوا في روحهم ويصوروا روحهم ويمجدوا في روحهم لأنهم يشعرون بالدونية الشديدة. لكن نحن الذين في المسيح يسوع، نحن الذين في الملكوت، فقراء أو أغنياء، العدالة عندنا متساوية، لأن سعادتنا هي في العلاقة مع الله ومع الآخرين، هي الحب. السعادة هي الحب، الحب الذي يعطي ويضحي، الحب الذي يتحد بالآخر، ودي ملهاش دعوة خالص بالغنى والفقر. كتير من الأغنياء مش بيحبوا زوجاتهم ولا أولادهم. السعادة لا تشترى بالمال، السعادة في العلاقة، في الشركة، في الحب الحقيقي الذي يربطني بنبع الحب، والذي يربطني بالآخر الذي يعرف كيف يحب. فالسعادة، وهي أهم ما يبحث عنه الإنسان، ليس في العدالة المادية أو الاجتماعية أو القضائية، لكن هي في العلاقة الروحية والإنسانية. نفس الحكاية، الهوية، قيمتي كإنسان مش مرتبطة لا بمالي، معك قرش تسوى قرش، ده العالم، ده العالم، وفي الآخر مع قرش وما بيسواش قرش، لأن القيمة بتاعت الإنسان هو مين، هو مين، بيعمل إيه، بيؤثر إيجابيا في حياة الآخرين. في حديثي مع الخدام ده قلت لهم خلينا نقارن الناس ببعضها. ماذر تريزا فقيرة فقر مدقع، تركت بعد موتها الشبشب اللي هي لابساه أو الصندل اللي هي لابساه وغيار واحد داخلي بس، ده كل الثروة التي تركتها فقط. لكن العالم كله اهتز أمامها، العالم كله ينحني أمامها، هذه الفقيرة المعدمة التي لا تتمتع بجمال الوجه، لكنها صنعت فارقا هائلا في حياة مئات الآلاف من البشر. في المسيح أنا عندي قيمة عظمى، أن أنا ابن لله، وأن أستطيع بنعمة الله أن أحدث تغيير في حياة الآخرين، وأن آتي بثمر وأن يدوم ثمري، وأن أنتشل من النار حتى الثوب المدنس من الجسد. بنعمة الله أستطيع في المسيح يسوع أن أخلص على كل حال قوم كل يوم، أستطيع بنعمة الله أن أغير تاريخ شعوب وأمم، مع أني فقير لكني أغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. ما فيش عدالة لا مادية ولا اجتماعية ولا قضائية، لكن في عدالة روحية. السعادة والقيمة ما بتتغيرش،
المال ما بيغيرهاش، الجاه ما بيغيرهاش، الظلم ما بيغيرهاش، بتبقى كما هي، هي في المسيح يسوع. دي السعادة ودي القيمة. لكن حاجة تانية مهمة قوي، اكتمال العدالة، اكتمال العدالة، يعني الظلم هيفضل ظلم، والغش هيفضل غش، والفقر هيفضل فقر، والمرض هيفضل مرض. اكتمال العدالة المادية والاجتماعية والقضائية سيتم، لكنه سيتم فين؟ في رجاء المجد، في رجاء المجد. خلي بالكم الحكاية دي، عشان كده بيقول إن كان الرجاء في المسيح هنا فقط السعادة والقيمة، فلازلنا أشقى جميع الناس. ليه أشقى جميع الناس؟ ما مش كلنا فقراء، ما مش كلنا بنعاني من أمراض، ما مش كلنا مظلومين وتحكم علينا ظلما. لا، ليه؟ لأن إحنا في حياتنا مع المسيح هنا إحنا بنعطي وبنبذل وبنضحي وبنحارب وحوشا في أفسس زي ما بيقول، وبيحكم علينا ظلما وبنضطهد من أجل المسيح، وبنتعب وبنئن لأجل خلاص الآخرين، وبنبكي بدل الدموع دم لأجل خلاص العالم، وبننفق وننفق من أجل الآخرين. فإحنا كده يعني لو ما فيش حاجة بعد كده نبقى إحنا اتضحك علينا، صح كده؟ كده اتضحك علينا. فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. لا 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 لا، إحنا عندنا رجاء. المسيح فينا هو رجاء المجد، هو رجاء المجد. خلوني أقرا بقى مع حضراتكم هذه الأعداد في تسالونيكي الثانية 1-3. تسالونيكي الأولى بيقول كلام صعب شوية، بس دي الحقيقة اللي لازم. تسالونيكي الثانية، أنا آسف، تسالونيكي الثانية وأصح 1 من عدد 3 لعدد 10. ممكن تقفوا معايا ونبص الكلمات الجميلة ديت. ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. تاني الإيمان والمحبة، حتى أننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم اللي هو مرتبط بالإيه؟ بالرجاء، وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. عدد 5، بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا، إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا. إمتى؟ دلوقتي عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء المسيح ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. أمين. تفضلوا. شفت المشهد ده؟ العدالة المادية، العدالة الاجتماعية بسبب الرجاء بنقول هتتحقق. إذا لم تتحقق هنا، وأغلب الظن التحقيق هنا قليل جدا وضحل، وفي أغلب أحلام لن يتحقق، لكن عند استعلان ربنا يسوع المسيح العدالة ستأخذ
مكانها بالكامل بالكامل. شوية تطبيقات سريعة على الحقيقة ديت. إذا تعبنا الآن ليس باطلا في الرب. اللي أنا بعمله من أجل ربنا، اللي أنا بعطيه من أجل الملكوت، من مالي، من جهدي، من محبتي، من دموعي، من صلاتي، من خدمتي، ليس باطلا أبدا. أثمر وأنتج نفوس جات للمسيح، أمين، هايل. لم يثمر فهو مش هيكافئني على الثمر، هيكافئني على إيه؟ على تعبي، على عطائي، على جهادي، على دموعي. عشان كده بيقول مكسرين في عمل الرب كل حين. استثمر 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 في المجد الآتي، حوش هناك يا بني آدم، ده رجاء المجد، ده رجاء المجد. في عدالة إلهية مطلقة مطلقة، مفيش حاجة بعيشها لربنا بإخلاص من القلب وبعطيها لربنا من أجل الملكوت، لا دموع ولا صلوات ولا عطاء ولا تضحية، إلا بيسجل ليوم المكافأة، ليوم المكافأة، رجاء المجد. طب احنا تعبنا وعملنا والثمر قليل، مش بيحاسبني على الثمر ورد فعل الناس، المكافأة بتاعتي بناء على اللي أنا أعطيته من القلب للرب وللناس. تعبنا ليس باطلا في الرب. طيب ده اللي كنت بقوله في الجنازة امبارح. طب الألم، الألم مش من أجل الخدمة، الألم اللي تألمناه مش من أجل الملكوت، مش من أجل الاضطهاد، مش من أجل الكرازة، مش من أجل، لكن الألم اللي تألمناه بسبب الفساد الذي في العالم، بسبب الكانسر، بسبب الأمراض، بسبب الظلم الاجتماعي، بسبب الأبيوز، بسبب 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 هذا الألم الذي نعيشه الآن في هذا العالم الفاسد ونعانيه ونبكي بدل الدموع دما. هذا الألم بيقول الكتاب حتى الألم ده احتملنا ليه بصبر وشكر ونعطي المجد للرب فيه، له مكافأة أبدية، له مكافأة أبدية. يا وده اللي كنت بقوله في الجنازة امبارح، أنا 3 سنين و6 شهور كانسر، معاناة شديدة، كيمو فظيع، دخلت المستشفيات عدد مهول من المرات، آخر مرة دي 35 يوم، الأنابيب والخراطيم في كل حتة، لكن الشهادة اللي شهدوها عنها أقرب الناس إليها زوجها وكل الذين زاروها، لم تفارق شفتيها كلمات الشكر لله. الدكاترة اللي كانوا بيعالجوها في المستشفى جم حضروا الجنازة، الشهادة في الصبر واحتمال الألم. عشان كده ربط الرجاء بالصبر واحتمال الأمل، إن أنا شايف ما بعد الموت، ان انا شايف الرجاء الموضوع ليا، ان انا شايف ان ده ظلم العالم، انا شايف ان ده الفساد والخليقه بتئن وبتتمخض، ان ده مش ربنا، وان ربنا معي في الضيق. وبيقول كده قبل رحيلها بيومين شافت المسيح في الاوضه معاها في وسط الم شديد مش قادره تنده حد، لقت المسيح ولقت ملائكه، ولقت الملائكه جايبين نعش ذهبي. بتقول أول ما شفته الوجع راح واستغرقت في النوم إلى الصباح.
المسيح فيكم رجاء المجد. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقلت كده أنا غلبة المرض. لم تفقد إيمانها، لم تنكسر روحها، لم تنحني للمرض، ما نزلتش عينيها من على ربنا. هي غلبت المرض وغلبت الموت لأنها قامت معه إلى حياة أفضل. ده رجاء المجد. عشان كده لا بخاف من الألم ولا بخاف من الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ رجاء المجد. ورجاء المجد بيقول لي إن كل ما بتألمه مش نتيجة عمايلي السودة، كل ما بتألمه صحيا أو من ظلم الآخرين وبتحمله بالشكر وعرفان بالجميل لربنا الذي وقف معي وقواني، هذا الألم خفة ضيقاتنا الوقتية هي نفسها تنشئ لنا ثقل مجد أبدي. عدالة السماء، عدالة السماء، خوذة هي رجاء الخلاص. تخليني مغلطش غلطة أساف، كادت أن تزل قدماي، كنت أروح، لكن أول ما شفت الأبدية فهمت صعب علي، هانت علي ألامي، لقيت الإجابات لنفسي. خوذة هي رجاء الخلاص، رجاء يعطينا أن نصبر وأن نتحمل وأن نركض وأن نعطي وأن نضحي وأن نحب وأن نحمل الألم، عالمين أن جزاءنا هو في المسيح، من المسيح، هناك وليس هنا. مش بس كده، ده حتى أحبائنا دول اللي احنا ودعناهم بعد شوية صغيرين كده 10 سنين 20 سنة وبيعدوا هوا. ها دلوقتي الزمن بيطلع يجري، خلي بالكم كرة الأرضية سرعت ولا ايه ما عرفش يعني. فهنتقابل تاني وحنكون مع بعض بدون زمن وبدون ألم. هنتقابل تاني حول العرش الأبيض العظيم، سيمسح الله كل دمع من عيوننا والحزن لن يوجد فيما بعد. وقفوا معايا، تعالوا حبايبي. يا كنيسة افرحي، عارفين ليه؟ لأن المسيح جاي، لأن في رجاء. يا مؤمنين استحملوا ضيقة العيش والظلم الاجتماعي والمادي والصحي، ده مش هو، العالم قد وضع في الشرير ومعنا في هذا الضيق، وبقدر احتمالنا وصبرنا وعطائنا وتضحيتنا هناك مجازاة عادلة لينا وبكل مش عارف أقول إيه، وللذين ظلمونا واضطهدونا وقسوا علينا هناك مجازاة عادلة. يا كنيسة افرحي، يا كنيسة هيصي، يا كنيسة امتلئي بالسلام، يا كنيسة اوعي تخافي وسط العواصف وسط الأوجاع، اوعي تفقدي سلامك ولا أمانك. أنا هو لا تخافوا. حياتنا عيش الهالي اللي فدانا مستنى يجيب نوره ويملانا، والأيام كلها هو معانا، والمسيح يجي لبيتنا يودينا. يا كنيسة افرحي، جاي المسيح واسهري في أواخر الأيام، والعلامات
والدموع هو بإيده هيمسحها والأجساد سماوية هنلبسها والأجانب قدام عرشه هنفرحها والمسيح مجده هيملى عليها كنيسة اوعى تكون مش لابس خوزة الرجاء، اوعى تكون عينيك بس على العالم اللي حواليك وبتتساءل ليه الظلم ده، ليه المعاناة دي، ليه احنا مش زي بعضنا، ليه ما فيش اي تكافؤ. عندك حق، العالم وضع في الشرير، الخليقة نفسها، البيولوجي نفسه، الكائنات الحية التانية، النبات والحيوان بيأنه بيتمخض مستني مجيء المسيح وفداء الأجساد، مستني السماوات الجديدة والأرض الجديدة بدل الأرض اللي احنا خربناها بأيدينا ودمرناها بأيدينا. بس سعادتك وقيمتك ملهاش دعوة بالحاجات دي كلها. تقدر تعيش هنا سعيد، تقدر تعيش هنا لك قيمة عظمى، تقدر تعيش هنا وتؤثر في هذا العالم وتحوش هناك، تحوش هناك. ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. تاني من الأخيرة اللي نفسي أغنمها دي، كنيسة أصلها سماوية، أصلها كنيسة سماوية، أصلها مش من هنا، أصلها مش من هنا، ودورها طول الوقت إنها تصلي وتحب وتغفر وتسامح أعدائها، ومش فارق معاها، هي مش مستنية من هنا حاجة، هي عايزة تاخد أكبر عدد من الناس معاها هناك، أصلها كنيسة سماوية. هنزق، انتوا عارفينها، هم عارفينها، هم هيزقوا معاك. ابتدي بالقرار احسن. الكنيسة مش بتخاف من الموت، دي كنيسة سماوية بتخاف من الموت، دي كنيسة سماوية، كنيسة بتصلي وتغفر والحب تملي. الكنيسة مش بتخاف منه، الكنيسة سماوية، الكنيسة بتصلي وتغفر والحب تملي. يا رب نور العيون، يا رب افتح العيون، خلي محبتك يدوب أسوي القلوب. يا ربي نور العيون، يا ربي افتح العيون، خلينا حبيبتك يدوب أسوي القلوب. عايزين نعلم نص سنة كده، بدل سي تبقى بي كده يعني. يمكن نواجه موت عشان إيماننا بالمسيح، ونشوف الشر يزيد ويكشف عن وجهه القديم، ويفتكر يكتب إنه بيقدم خدمة ليه، وناس اللي تشجي بسرنا عن مجدها
النهاردة فعلا كنيسة سماوية ولا ماسكة في حاجات هنا؟ خد دقيقتين كده أو دقيقة بينك وبين نفسك، بس كان كلمك ربنا النهاردة رد عليه. كنت خايف، كان عندك تساؤلات وشكوك، كادت أن تزل قدماك. بص للسماء، بص الرجاء المجد. المسيح فيكم رجاء المجد. رجاءك في المسيح مش بس في هذا العالم، وإلا نحن أشقى جميع الناس. رجعنا في المسيح أنه معنا هنا، يعيننا هنا، يسد احتياجنا هنا، لكن رجائي فيه هناك في الأبدية اللي ملهاش آخر. رجائي فيه هناك. المسيح قام، عشان كده احنا هنقوم. والمسيح قال انا جاي واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا معي. تعبك ليس باطل في الرب، احتمالك للالم ليس باطل في الرب، عطاءك ليس باطل في الرب، عمل الإيمان وتعب المحبة وصبر الرجاء مش باطل في الرب. له مجازاة عظيمة، أصلها كنيسة سماوية شايفة السماء وعايشة في السماء، كل اللي بتتمناه هنا. يا رب نور العيون، يا رب افتح القلوب، يا رب لين القلوب، خلي الناس تشوفك، خلي الناس تعرفك. هنعيش نحب ونغفر ونادي بالإنجيل،
هنعيش نصلي ونتضرع ونقول لك يا رب نور العيون، يا رب افتح العقول، يا رب لين القلوب. الصليب منعنا يا سيدي، لولاك يا فدي حياتي من أكون، لولاك كنت تائها في ظلمتي وكان قلبي غارقا تحت الديون.
من يحبني بفؤاده الحنون ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنون نظرت لي عظيم رحمتك بسفك دماء الحمام حبك يفوق كل خيال بجملة أباركك نقف تاني ونقول يا كنيسة افرحي جاي المسيح. خلينا نتملئ بالرجاء ده. خلينا النهاردة كده نعرف ان عندنا رجاء في هذا العالم في المسيح يسوع وعندنا رجاء في الأبدية. الأنار لينا الحياة وأنار لينا الخلود. خلينا نفرح في هذا العالم. ما كانت في ضيق في اضطهادات خلينا نتمتع هنا بفرح حقيقي لا ينطق به ومجيد وفي الأبدية هنفرح. خلينا كمان واحنا بنعمل كده نقول يا رب عاوزين كل اللي حوالينا يفرحوا. عاوزين نكون مصدر لفرح لكل الناس اللي حوالينا. عاوزين نكون مصدر لرجاء
ناس ما عندهاش رجاء خالص، خلينا نشاع ليهم بالرجاء ده، خلينا بهجة الرب تبان على وشنا، كل اللي يشوفك يعرف ان انت منور لان يسوع مالي قلبك النهاردة. خلينا نفرح بجد، نقول يا رب احنا فرحانين، احنا فرحانين في الاضطهاد، في الجوع، في العطش، في الضيقات، لكن في قلبي فرح ورجاء مش ممكن يضيع من قلبي ابدا كل الايام. حياتنا عايشين هادي اللي فدانا، مستنى يجي النور يملانا، والايام كلها هو معانا، والمسيح يجي لبيتنا يودينا الكنيسة. ساحات جايلينا أرضنا في أواخر الأيام، والعلاج بتخطر قبل الكلام، والمكتوب نوره يكشف الظلام، والمسيح قال وما خبى علينا كنيسة. افتكر ايام الثوره كان الدنيا كلها بره مقلوبه والعالم كله كان مقلوب، لكن هنا كان في فرح، كان في عيد كده لو تفتكروا، كل مره كنا بنعيد للرب وهو فرح وبيبان في الايام الصعبه، لما الظلام الدامس بيغطي الامم علينا بيشرق نور. فتوقعوا كده للكنيسه الايام الجايه فرح يزيد في حياتنا كلنا. ممكن اطلب ايهاب تصلينا لطلبات الصلاة دي، وبعدين أبانا الذي مرنما، والبركة الرسولية من الأسيس. يا رب أنا مشكورك لأن إحنا مش أشقى جميع الناس يا رب، بالعكس يا رب اللي ليهم شخص زيك يا رب، اللي ليهم يا رب الشفيع يا رب موجود في السماء يا رب لأجلنا، يا رب اللي قدم نفسه بروح أزلي، اللي يا رب موجود يا رب عشان يشفع فينا. أشكرك، أشكرك يا رب إننا بنعيش الحياة دي يا رب برغم كل الضغوط والظروف والأتعاب والأحزان والفقد، لكن يا رب جايين يا رب وعارفين ازاي يا رب فيك نفرح، لانك انت رجائنا هنا، وكمان يا رب لينا يا رب في السماء يا رب، مش يا رب المجد ولا السماء يا رب هي يا رب رجائنا، لكن انت، انت رجائنا يا رب، انت مكافئتنا اللي يا رب في يوم من الايام يا رب هنشوفك، وده يا رب انتظار وشوق قلوبنا. احنا جايين يا رب النهارده نتحد يا رب اخواتنا اللي قدامك يا رب، اخواتنا يا رب اللي بيعانوا يا رب بظروف يا رب، يمكن حاسين يا رب اضطهاد، حاسين يا رب بمشاكل صعبه، مش قادرين يا رب بنفسهم يرفعوا عنيهم، جايين يا رب كده زي الأصدقاء يا رب اللي حملوا يا رب المفلوج يا رب، جايين أقول لك يا رب أنت عارف، أنت عارف كل أنة قلب يا رب موجودة يا رب في طلبات الصلاة دي، يا
يا رب مد ايدك، مد ايدك يا رب، وعين يا رب، عين عين، وشدد وشجع، اتكلم يا رب لكل نفس وكل عيله يا رب، اسند، ادي يا رب لكل حد يا رب يرفع عينه عليك يا رب، ينال ويختبر فرح حقيقي وسلام حقيقي. يا رب كل الامراض بين ايديك، كل الامور بين ايديك، نثق نثق جدا 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 في ايدك الشافي يا رب وفي حنيه قلبك، في اسم يسوع وليك كل المجد، امين. اسمعنا ابانا واحنا بندعوك بداله البنين قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد. والقادر ان يحفظكم غير عاسرين ويوقفكم امام مجده بلا عيب في الابتهاج، الاله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمه والقدره والسلطان. ونعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله الاب وشركه الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم الان والى كل الدهور، امين.